بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات التي درستها في السابق في مختبري. مثل ما تلاحظون هذه العينات التي درستها في السابق في مختبري، طبعا هذه قسم واحد فقط من العينات، أكثر من 300 عينة تقريبا، طبعا درستها على مرور لا يقل عن 9 سنين مثل ما تلاحظون. عفوا، طاحت عينة مثل ما تلاحظون، وطبعا أنا من عشاق دراسة علم الأحياء وعشاق يعني دراسة علم التشريح، وكانت تجارب كثير حلوة يعني في علم الأحياء، بالذات يعني علم الحيوان وعلم النبات. إن شاء الله راح نعرض لكم العينات في الفترة القادمة.